للأسف يعني للأسف يعني شفنا شوف خليني أسماء كيما رياض بوعزيزي اللي هو قعد مدة كبيرة ما خرجش. وانت تقول مون كابيتان معناها مون كابيتان رياض بيان سور اللي شوف. هو اليوم خرج وغاضب برشا وقال يعني توا المكتب الجامعي يزمو يمشي يزمو يستقيل وتغشش برشا على الطريقة اللي تصلوا بها بالملعبية كيما تصلوا بك انت. انت قلت الو قالوا لك بلي تحب نحطوك على القائمة والله يقول برشا برشا سامحني باش نقص عليك برشا ما يعرفوش رياض بوعزيزي ودوماج البرشا اللاعبين ما لعبوش مع رياض بوعزيزي. نذكرك ماتش فما ماتش لعبناه اون 2004 اللي كان لاكاد فينال ضد المنتخب السنغالي اللي عاشوا في السنة ذاك تعرف فما لاعبين فما تو صغار ما عاشوش على المباراة هذيك مباراة الذباب سجلنا الهدف نتاعنا في اخر الشوط الثاني تقريبا وقت اللي ما سجلنا الهدف قدامي بالزهر وقت قدامي رياض هو اللي يلعب وسط ميدان وقدامي كي طاح على العشب ويضرب معناتها بيدي على العشب وكلام ما نحبش نقوله لانه حاجه معناتها كبيره برشا تشوف الفالور نتاع اللاعب هذاك تشوف شخصيه اللاعب هذاك رياض البازيدي نعرف شخصيته صادق في كلامه وانسان معناتها ما يحسبش وما عنده حتى اهداف تو سامبلومون لقى روحه اليوم بعد فتره تغييب بعد فتره تهميش ونشوفه في كره قدم التونسي نتاعنا كيفاش ولات من الغيره نتاعو على المنتخب نتاعو وعلى بلاده تكلم بالطريقه هذيك وما حاجه اللي لازمنا نلقاها هذه نحكيو على شخصيه المدرب فما حاجه مهمه زيدة امكانياتنا امكانيات باش الناس تقول لك انا ما عنديش امكانيات باش نجيب مدرب يعني غالي هكا باش نتكلم كيما يقولوا التوانسه ودايوغ الايام الاخرى شفنا القائمه نتاع المدربين اغلى واحد هو بالماضي جمال بالماضي واقل واحد مش الكلام اللي نسمعوا فيه مريم هو جلال قاتل مش الكلام اللي نسمعوا فيه في السنوات الاخيره كان فما حاجه اليوم اللي وصلت للراي العام او حتى للاعلام اللي المكتب الجامعي هذا او الجامعه هذه ما عندهاش مشاكل ماليه علاش تحرم تونس اليوم باش يكون عندها سيليكسيونير في قيمه وعراقه المنتخب التونسي وكره قدم التونسيه دونك لهنا شنو نجي نقول لك انا اختي مريم نقول لك انا اوكي عندي انا الامكانيات الماليه بويسكو معناتها اون لانونس معناتها تقريبا في كل بلاتو 63 مليار تقريبا 63 مليار لا انا نحب واحد نجم نتحكم فيه انا نخمم هكاك وي بلوتو معناتها ماشي في الطريقه هذه لانه كي تجيب انت مدرب ولا كي تشوف تسلسل المدربين في السنوات الاخيره ترى اللي توندونس مدرب اللي هو في اول الانطلاقه نتاعو ويلزمه يرضخ معناتها التعليمات معينه ويمشي بهوات المسؤول هذا والمسؤول هذا حاجه واضحه للعيان كنت تبهت كريم حاجي انه على بنك البدلاء نلقاو رئيس الجامعه ونائب رئيس الجامعه نبعد رئيس الجامعه ونائب رئيس الجامعه ما عندوش مكان في البنك طبعا ونقتدي زاد بالتجربه نتاعي في اوروبا انا من عمري الرئيس نتاعي نراها يوم المش ما نشوفوش انت ما نراهاش حتى في الاسبوع معناتها مره في الشهر في مناسبه يكون موجود ويكون معناتها حضوره قال المصري زي النسمة معناتها فاهمه فما ديريكتور سبورتيف اللي هو لو سول اللي عنده كونتاكت مع اللاعبين هذا ينجم يفسر كيفاش بعض الملاعبيه اللي جايين من لي شامبيونا اوروبيان ما يلقاوش رواحهم في ليكيب ناسيونال خاطر انت تحكي مثلا كيفاش اي لعبوا طبعا فلن. عنده تاثير حتى اللاعب التونسي يلعبوا في شامبيونا التونسي فرنسي مريم حتى اللاعب التونسي مش باش نرجع لك عليه اللاعب التونسي اللي متكون البر اللي عليهم زاده برشا جدل طبعا باش نحكي لك عليه ونعطيك زاده رايي في الموضوع هذا حتى اللاعب التونسي يا مريم موجود في الترجي او في النادي الافريقي او في اي فريق تونسي مش نقعد نذكر الاسامي ما عندوش هالكونتاكت الكبير مع المتداخلين هذوما ما ينجمش يرى صحفي معاه في ريستوران يا مريم معناتها سامعني ما ينجمش يرى اليوم جو سي با معناتها مسؤول جامعي او رئيس معاه اوكي تنجم تصير مره في قداش كذا باش تكون معناتها منظمه وعادي لكن ما تنجمش كوتيديان ما تكون سا دويت وين اكسبسيون يعني تحب تقول اللي هذا معناتها غير عادي غير عادي انا احكي لك انا توا في اللي قاعد نراو فيه واللي قاعد معناتها نصرع هذا الكل قاعد تقول فيه كريم حكي باش تفسر وين وصلنا له قاعد تقول ما هذا هو النتيجه حتمية. برافو عليك هذا النتيجه اللي صارت يوم مباراه ناميبيا هو الاسباب هاي الاسباب اللي نحكي لك فيها علاش خسرنا
طبعا نتيجة الناس تتفرج في 90 دقيقة. احنا نحكي نحلوا التلفزة نشوفوا شو قاعد يصير في 90 دقيقة، لكن راهو تحضير مباراة راهو وتحضير كومبيتيسيون وراه برشا خدمة وفي برشا تسلسل وفي برشا معناتها تفاصيل لازم نحترموها باش نوصلوا للجور جي في احسن حالاتنا وعلى مستوى البدني على مستوى الفني وعلى مستوى الذهني. هذا الكل كان اللي هذا الكل على الاقل مش نقول لك الكل اكيد الناس معناتها اجتهدت مريم معناتها ما نحبش نكون فك نحط كل اكيد الناس اللي موجودين غادي اجتهدوا لكن الباز اللي حطيناها او برمجت كره قدم التونسيه كي انا اللي نتكلم اليوم على افكتيف وهذا نتكلم على المانجمنت نتكلم على المانجمنت كيفاش انا نحضر الفريق نتاعي راني يلزم نقرا حسابي التفاصيل نتاع التفاصيل باش تنجح الكيب هذيك راه ما نجمش نجيب لاعب باش يكون موجود ناكد لك هذه نتيجه للخدمه اللي خدمناها معناتها لاعب كيما بن وناس اللي هو ينشط عنده سنتين او اكثر في البطوله التركيه وفي فريق محترم جدا ولاعب فعال في فريقه اول حاجه ساعه يضيع معناتها عام وعام ونص واحنا معناتها في اختياره معناتها رهيب وغريب كيفاش لاعب كيما هذا ما يكونش موجود وسنه معناتها صغير وهو لاعب الحاضر والمستقبل نعيطوا له في كاس الافريقيه بون عنده معناتها حاجه عائليه تعذر عليه باش يكون موجود اللاعب اللي جبناه في بلاستو اللي هو الجزيري اللي هو مهاجم كما كانش موجود دونك انت من الاول ما ساعديتوش صحيح اللاعب هذاك كان اوبليغاسيون مش يكون موجود خاطر المهاجمين نتاعنا واحد تضرب لنا والاخر معناتها ما كانش في فورما العادي دونك تشوف البرمجه وتشوف معناتها التسلسل في الافكار وتشوف البروغراماسيون تقول اللي فما مشكل كبير انسحاب بالطريقه هذه والمشاركه اللي ما كانتش في المستوى علاش وصلنا للوضعية هذه؟ كيفاش تقيم اليوم أداء الفريق الوطني في الكوب دافريك هذه كريم حكي؟ شوف مريم سؤالك مهم وتصور معناتها كل الجماهير الرياضية يحبوا يسمعوا تقييمك وتحليلك أنت كريم طبعا حكي. لكن أنا أعتقد أنه التقييم هذه هي نتيجة عمل سنوات احنا نتكلموا اليوم نحبوا نتكلموا على شنو صار مش ناميبيا علاش خسرنا واحدة بلجة ناميبيا علاش تعادلنا ضد مالي؟ علاش خرجنا من الدور الاول؟ علاش ما سجلنا هدف واحد؟ هذه الكل نتيجه عمل لسنوات وسنوات، وانا اعتقد المسؤوليه تقول لي نتكلم علاش وصلنا ومش شنو الريزلتا، لان الريزلتا كان تخدم انت بالطريقه العلميه وبالتقرير الطريقه المثلى وتعرف كيفاش معناتها تجاري وتعمل خاصه كلمه نسطر عليها تعمل برنامج عمل اكيد انه النتيجه باش تكون يعني مرآة للعمل اللي عملته اليوم خليني نمشي معك معناتها بار بوان شنو عملت انت في السنوات الاخيره مش ما نذكرش معناتها في 12 سنه الاخير شنو عملت انت لمركز الشبان سؤال ونسال معناتها كل اللي تبعوا الحقائق بتاع الكره القدم التونسيه وخاصه المراكز تكون الشبان قديش من لاعب خرجنا لاوروبا في العشر سنوات الاخيره زيرو صفر وهذا رقم معناتها ما يستحقش باش واحد يحلو ما يستحقش واحد باش ينجم يعطيه تفسير صفر لاعب خرج للبطولات الاوروبيه الخمسه البطولات الاوروبيه باش نكون زاد بريسي معناتها في كلامي في العشر سنوات الاخيره شنو هو الاسباب شنو هو الخدمه اللي قاعدين نخدموا فيها وهذه اهم حاجه واهم حلقه مريم في كره القدم هي التكوين ومراكز تكوين الشبان اليوم الناس اللي تعرف اللي البطوله الشبان نتاعنا بطولة ما تقريبا تبدا في 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 اخر السنة فما بطولات معناتها قاعدة نستنوا اشهر واشهر باش تبدا لاعبين معناتها يعني الفرق نتاعنا الوطنية او الفريق الوطني نتاعنا فيه لاعب او اثنين ينشطوا في البطولة التونسية مش هذا المشاكل نتاعنا يعني فرقنا التونسية تقريبا تكاد ما ترشحش في البطولات الافريقية نتكلموا لنا على الترجي الذي التونسي، النجم الذي الساحلي، النادي الافريقي او الفرق زاد النادي الصفاقسي والفرق اللي شاركت في السنوات الاخيره. معناتها نخرجوا تقريبا من دوري المجموعات على خاطر ما عادش عندنا كره قدم في نفس المستوى نتاع البطولات الافريقيه نتاع الفرق الافريقيه. اوني بلو كومبيتيتيف مريم. ما عادش عندنا تكوين وهذه نحب نسطر عليه لانه انا نجم نتكلم عليه شويه. من غادي تبدا الحكايه. طبعا من غادي انا بديت لك بالشبان لانه اهم حاجه بالنسبه لي انا. في كرة قدم التونسية هي التكوين القاعدي والشبان مراكز تكوين الشبان اليوم كان ندور نعمل دورة في تونس تقريبا خراب
لكل الانديه. ما عادش عندنا دي زوتيل وين الصغار ينجموا يسكنوا، ملاعب التمارين، الدراسه. اعطيني اليوم نتكلم على الدراسه، شنو حضرت انا وانا ولد الكلاس سبورتيف؟ انا كنت وجيد لا شانس في الوقت اللي لعبت فيه وتكونت فيه، كنت نتمرن ونباشر القرايه نتاعي في 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 الصباح ونتمرن في العشيه، وهكاك تخلي معناتها فما ليكيليبر في وقتك، واللاعب معناتها يمشي لقرايته وياخذ دراسته وفي نفس الوقت زاد يركز، عنده الوقت باش يركز على حاجه مهمه. تحب نتكلم بلغه سهله اللي يفهموني فيها الشعب، مهم جدا. راهو شيء هذا اليوم اللاعبين تقريبا معناتها يقرا نهار كامل، يمشي من 7 متاع العشيه يجري معناتها والديه معناتها كيفاش يوصلوا للانترينمون، يعمل في ساعتين ما يعملش الدفوار نتاعو، يخسر قرايته ويخسر كورته. مريم.